ما كنت بدي حاجه تكملها حتى شلخ شنو لازمك تكملها حكايتك مش تستنى في حقك مريم الشيوش 21 سنه احنا خرجنا جيت كهربا بيضا هبطوا منها ثلاثه يعيطوا وشرطه لازم اتقابل طبيب ايش عنده هيك ضحيه هاي بحدي ليه ما عندهاش هدر الندي شو اخت اسبوع صادم علينا تفضل نحب نقدم مشكله عندهم بجوات بوليسيه حتى ولو عندهم بجوات زيد خدمها في المخ واحسن كنت نحب نتبع فتح روحك whatever power سيد مصدوق مداما ما تخبصوني اليوم سلك عندك مشكلة مع قوانين البلاد والله اللي عملتم فيا بخليكم فرجة